ما رح نتفاهم انا وياك. مش عم تسمعني جد؟ لك انت اسمعني. لا انت اسمعني. الخلاف عم يكبر. خنقته بطريقه كتير بشعة. ما بقى في مجال للصلحة. لمياس شو رايك بالموضوع؟ انت شو رايك؟ اذا بعرف انه حدا عرف اني جيت لعندها. ونورما شو عم تقولي؟ ما عادت قادره تتحمل. انت عم تحكي كانك ما بتعرفيها لنورما. يعني انا اكيد لو محلك كنت بدي كذب اقول الحقيقه. انا اكثر وحده بتعرف. 50,000 وين الديزاينز؟ اخيرا. خي ثانك يو. الاحد للاربع بعد الاخبار على الام تي في.